كان الشكل ده انه الناس تخش حزب واحد فهيبقى الشكل في الانتخابات انك هتنزل بقائمه نسبيه، سواء دخولا مع تحالف اخر حزبي موجود من التحالفات الموجوده او بانك بتنزل بقائمه لوحدك وبتحاول تجمع معاك مجموعه. اذا كان التنسيق في شكل انه الناس هتعمل لجنه مثلا في المجلس الوطني وتبقى لجنه الشباب والناس كلها تبقى موجوده فيها وليها مجموعه يعني ممثله من الحركات والناس وبتتكلم معاهم، فهيبقى الناحيه الثانيه مطروح ده مطروح ده، يعني ممكن تعمل ده ممكن تعمل ده. فاقصد انه احنا محتاجين بعد الجلسه بتاعت النهارده، اولا انا شخصيا رايي الشخصي ان احنا مش مستعجلين عشان النهارده لازم نطلع لا بيان ولا بقرار ولا براي. لان اولا كلنا لسه اول مره نشوف بعض النهارده. يعني احنا حديث العهد ببعض. ثانيا ما حدش فينا اختبر الثاني. يعني الا مجموعات قليله اللي تعرف بعض واشتغلت مع بعض. فاحنا محتاجين فرصه مره ثانيه ومره ثانيه ومره ثالثه، ومش لازم نعمل ده بفترات متباعده، ممكن نعمل ده في اسبوع واحد، نتقابل ثلاث مرات او اربع مرات او خمس مرات، حتى اذا كان عندنا نية جادة ان احنا ننجز العمل ده. العمل ده مش هينجز لا بالمؤدة فترات متباعدة ولا بدنا نبقى واخدين قرارات مسبقة احنا هنتوحد ازاي وهنشتغل مع بعض ازاي. احنا عندنا كذا اختيار وكل الاختيارات ممكنة، كل الاختيارات ممكنة. والحاجة الوحيدة المهمة انها تبقى في اسهلنا ان احنا محتاجين ننفذها، انه يبقى فيه صوت واحد. صوت واحد، الصوت الواحد ده يطلع من تنسيق، يطلع من لجنة، يطلع من دخول حزب واحد، يطلع من التواجد في كيان مع بعض، يطلع من التواجد في كيان من الكيانات أي مكان الشكل، لكن في النهاية يطلع صوت واحد، ده مهم. ومنه نرتب للانتخابات، لأنه ترتيب الانتخابات هيبقى معتمد على ده. لأنه هنقدر ساعتها نقول إنه إحنا مثلا هذه هي اللجنة الموجودة في المجلس الوطني. فانا اقول انا الائتلاف مثلا، واحنا جينا ننسق الانتخابات، اقول لك احنا نقدر نجيب لك مثلا 10 مرشحين في 10 دوائر. وانت تقول انا مش عارف انا مجموعه مصر الحره انا اقدر اجيب لك 5 في الحته الفلانيه، ونبدا يعني التنسيق للموضوع هياخد شكل مختلف. طيب هيبقى عندنا موقف ثاني، هنعمل ايه مع الاحزاب اللي موجوده؟ هيبقى عندنا موقف ثالث، هنقدر نخدم ازاي على الناس دي بشريا، طاقتنا البشريه بتاعت كل مجموعه فينا قد ايه، ونقدر نعمل فيها ونقدر نقف ورا الناس ازاي قبل الانتخابات واثناءها. البرنامج الموحد، يعني في تفاصيل كتير جدا في الموضوع. الجزء الثاني اللي هيفضل ماشي معانا بالتوازي، هو ازاي نقدر ندافع عن بعض؟ يعني في ظل الهجمات اللي بتحصل واللي ذكرها الدكتور ممدوح من في اول اللقاء، وده مهم جدا، انه الشهرين اللي فاتوا حصل هجوم عنيف جدا. فهيبقى في جزء ماشي معانا واحنا بنعمل ده بالتوازي، انه ازاي ندافع عن بعض؟ وازاي نعمل من الافعال والاجراءات ونحدث ونطور خطابنا بالشكل اللي يخلي نكرت اذا في حاجه ممكن تتعمل ضدنا الفتره اللي جايه، ونعالج اللي اتعمل ضدنا من طرف واللي اتعمل ضدنا بسببنا، لان في ناس فينا غلطت فتسببت في جزء ما من التشويه او جزء ما من اهدار بعض الطاقه وخلافه. فهيبقى ده وفي